تعب أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذاته. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي. المسابقة الثقافية، إعداد وإشراف رامي شفيق، إخراج هشام محب. صفحات من تاريخ الوطن. فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. هذه الثورة كانت نتاجاً لتطور الأوضاع التي شهدتها مصر، خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فلقد بدأ هنالك طيارات وافدة إلى مصر، بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية التي كانت تشهد نوع من التردي نتيجة لمجتمع 0.5%، فلقد كان هنالك طبقات تملك وتتحكم بما كان لديها من ثروات. يضاف إلى هذا جاءت حرب فلسطين عام 1948 بمثابة ضربة قاسمة تشير إلى إعادة التفكير من خلال مجموعات الضباط في النظام القائم الذي اتهم بأنه كان سببا في هزيمة الجيش المصري في معركة فلسطين. كما يضاف إلى هذا أن دخول الضباط في تحدي مع رأس الأسرة الحاكمة في معركة انتخابات نادي الضباط، والتي أسفرت عن انتخاب اللواء محمد نجيب في مقابل مرشح الملك، فوجئ العالم بقيام هؤلاء الضباط بالتحرك للقضاء على الملكية، وقد استطاعوا من خلال تحركهم العسكري من القاهرة إلى الإسكندرية في التخلص من رأس النظام الملك فاروق الذي غادر البلاد في 26 يوليو 1952. ارتكزت هذه الثورة على مجموعة من الضباط الذين كانوا يحملون الرتب الصغيرة التي تبدأ من ملازم إلى مقدم، وكان من أشهرهم جمال عبد الناصر وزكريا محي الدين وجمال سالم وصلاح سالم وغيرهم، وأيضا يوسف صديق رحمه الله. كانت مصر تموج بالطيارات وتموج بالحركة السياسية، ونتج عن هذا قبول فكرة التخلص من النظام القائم، وأصدرت الثورة ما يعرف بمبادئ الثورة الست، وهي تدل على الرغبة في التغيير وقيام نظام جديد يقوم على أساس العدالة الاجتماعية وأيضا التخلص من القيود السابقة. أستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، ما هي المبادئ الست التي نادت بها ثورة 23 يوليو 1952؟